السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية، وبدايتها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وزارة الطاقة توجه أرامكو السعودية بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة. والأمم المتحدة تعلن اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس روبون بريثفيرا جيسينغ رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعبه وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيس جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدثة سيكون ابتداء من اليوم، موضحة أن بنزين 91 سجل ريالا و55 هللة لكل لتر، أما بنزين 95 فسجل ريالين وخمس هللات لكل لتر. وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغييرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. صرح رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أن الشركة تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة MSC من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، وتعمل الشركة بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه. بيّن الدكتور محمد العبد العال المتحدث باسم وزارة الصحة أن جهود المملكة متواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن الجهود الاحترازية لا تزال مستمرة لرصد الحالات ومكافحة الوباء. المملكة العربية السعودية جهودها متواصلة، لا يوجد أي تراخي، لا يوجد أي تراجع عن الخطوات باتجاه أي تساهل، لا، الحذر موجود، الالتزام بتطبيق أعلى مستويات المعايير مستمر ومتواصل، الرقابة من المنافذ إلى الإجراءات في المنشآت الصحية إلى التوعية الصحية إلى الإجراءات المتعلقة بالتجمعات، كل هذه الأمور مستمرة وهي خطوات احترازية واستباقية. الحمد لله المملكة العربية السعودية في رصد الحالات، ولا يزال يعتبر رصد الحالات محدود بل استباقي. نعلم أن عدد الحالات اللي رصدت حتى اليوم في المملكة العربية السعودية هو 21 حالة، هي الحالات المؤكدة للإصابة حتى الآن والتي تم الإعلان عنها. هذه الحالات ذكرت تفاصيلها في بيانات سابقة، أحدثها هي حالة لمصري الجنسية كان قادما من نيويورك عابرا من خلال مطار الملك عبد العزيز الدولي باتجاه مصر،
وأثناء مروره تم رصد من خلال الكاميرات الحرارية بأن لديه ارتفاع في درجة الحرارة، فتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له من خلال الكشف، من خلال العزل، من خلال إجراء الفحوص الطبية، وثبت فعلا بأنه مصاب بالفيروس. أشير هنا إلى نقطة مهمة، لدينا في الرصد حتى الآن لل 21 حالة أن ثلث هذه الحالات تم رصدها استباقيا عند المنافذ أساسا من خلال إجراءات الرقابة الصحية التي تتم عند المنافذ، وهذا يدل على قوة عند المنافذ أنك ترصد هذه الحالات بشكل مبكر. أيضا بقية الحالات هي حالات تم رصدها من خلال الرقابة الصحية والاستقصاءات الوبائية التي تتم، وهذا يوصلنا إلى الحالات بشكل مبكر ويجعلنا نقوم بعزلها أو حجرها، بعضها تكتشف أصلا وهي في العزل والحجر استباقيا. أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة. وكان الراكب موجودا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 14 يوما السابقة لقدومه إلى مطار جدة، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة. وتطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حاليا، وجاري التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وفق الإجراءات المعتمدة. انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المواطن السعودي في كافة أنحاء العالم، تعمل سفارات المملكة في العديد من الدول على عشرات الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين أبناء الوطن. نتابع. جهود مكثفة وتدابير احترازية عملت عليها سفارة خادم الحرمين الشريفين في العشرات من الدول لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المواطنين السعوديين في الخارج. خطط الطوارئ وحملات وقائية وإرشادات مستمرة وإجراءات أكثر دقة وأسرع وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للوقاية من الفيروس ومكافحته. أول خطوة اتخذتها المملكة في بداية انتشار الفيروس في الصين هو إجلاء 10 مبتعثين سعوديين من مدينة ووهان الصينية، وذلك عبر طائرة خاصة بالتنسيق التام بين وزارة الخارجية والصحة لتسهيل الإجراءات. الطلبة المبتعثون خارج المملكة كان لهم النصيب الأكبر من جهود سفارات المملكة، حيث عملت الملحقيات الثقافية على التنسيق المستمر في الدول التي يتواجد بها المبتعثون لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية للطلاب والطالبات ومرافقيهم. أما في منطقة الخليج العربي وبعد تشكيل النظام الإيراني لبؤرة لانتشار المرض في المنطقة، عملت سفارات المملكة في كل من الكويت والبحرين والإمارات على حصر المواطنين السعوديين والتنسيق معهم لعودتهم إلى أرض الوطن. كما حثت هذه السفارات على إفصاح المواطنين عن المحطة السابقة لهم قبل دخولهم الخليج لحمايتهم من الفيروس وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة. أما في أوروبا فقد وجهت سفارات المملكة تحذيرا إلى المواطنين من التنقل بين المدن الأوروبية واتخاذ الحذر والتدابير الوقائية كافة بعد انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى سرعة تسجيل البيانات الشخصية وتحديث أماكن الإقامة للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة للعودة إلى أرض الوطن بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخرا. تفاعل مستمر في مواقع التواصل الاجتماعي لسفارات خادم الحرمين الشريفين من خلال نشر الحملات التوعوية والوقائية بشأن فيروس كورونا، إضافة إلى الرسائل والأفلام التعريفية عنه. إجراءات وقائية جاءت لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة السعوديين، وذلك استكمالا لجهود المملكة في التصدي للوباء العالمي المستجد وحفاظا على صحة كل مواطن سعودي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في نشرة أخبار المساء. في الشأن المحلي، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، واستمع سموه إلى شرح عن مخرجات مبادرة مكة مدينة القلب الآمن التي أسهمت في تدريب 22 ألف متدرب ومتدربة وتوعية 42 ألف شخص في الإنعاش القلبي وتأهيل 2500 معلم ومعلمة ضمن برنامج مسعف في كل مدرسة.
وأوضح الدكتور مطير أن المبادرة هدفت إلى تأهيل عدد من أهالي مكة المكرمة وزوار الحرم المكي الشريف ومنسوبي القطاعات غير الصحية لإجراء الإسعافات الأولية لمصابي النوبات القلبية وربطهم بالمراكز الطبية مباشرة. واستخدمت فيها تقنية جديدة تتضمن حزمة من المزايا أبرزها توفير حلول كاملة لتتبع المعدات الطبية المحمولة في حالات الطوارئ بشكل لحظي، وتحديدا أجهزة تنظيم ضربات القلب والفريق الطبي المسؤول عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الحرم المكي الشريف. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان التقرير السنوي الإحصائي لإنجازات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الذي سلمه مديرها اللواء متقاعد محمد القحطاني. واستمع سموه لشرح مفصل عما تضمنه التقرير والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بمختلف المناطق، مشيدا سموه بالجهود الأمنية المبذولة في دحر المهربين ومكافحة هذه السموم والآفات. أدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود رحمه الله، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن فرحان وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن فيص بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. كما أدى الصلاة إخوان الفقيد وهم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن فيصل بن فرحان وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن فيصل بن فرحان وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن فرحان محافظ المجمعة وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن فيصل بن فرحان وصاحب السمو الأمير فواز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن فرحان وأبناء الفقيد الأمراء عبد الله وفيصل ومحمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء. من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض سفير جمهورية تنزانيا المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الأستاذ سعود بن هاجد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وقدم ابن هاجد أبرز الإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمرضى السرطان منذ تأسيسها كالخدمات الاجتماعية المساندة والتي تحتوي على عدة برامج أبرزها الإسكان والنقل والدعم المادي، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي كالبرامج الترفيهية والزيارات وغيرها. كما تقدم الجمعية الخدمات التوعوية والوقائية من خلال برامج الكشف المبكر. وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للقائمين على الجمعية مؤكدا سموه أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة مرضى السرطان، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية التوسعة الثالثة لمركز معارض الظهران الدولي، والتي تشمل الصالات الثالثة والرابعة والبهو الشمالي والمنطقة الخارجية والخدمات المساندة. ونوه سموه بما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من تركيز على تنظيم واستقطاب الأحداث والمؤتمرات ذات القيمة المضافة في المجالات العلمية أو الاقتصادية والثقافية، مبينا أهمية تطوير صناعة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات. وأكد سموه على أهمية مواكبة أحدث مستجدات التقنية والحرص على الالتزام بتعليمات السلامة ودراسة الاحتياج بشكل مستمر، مع ضرورة تقييم الفعاليات والمناسبات المستضافة ودورها في خدمة الحراك التنموي والاقتصادي في المنطقة، متمنيا سموه لمنسوبي المعارض التوفيق. أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أهمية الدور الذي تؤديه مجالس المناطق في دعم خطط التنمية وتحقيق استدامتها وتحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع المعتمدة على مستوى الدولة والمنطقة. جاء ذلك أثناء لقاء سموه مدير عام شؤون المناطق بوزارة الداخلية الدكتور عبد الله الصقر ومدير شؤون المجالس بالوزارة شاهر الجنفاوي وأمناء مجالس المناطق بالمملكة ورؤساء مجالس
شؤون الأسرة بحضور صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن مشاري بن عياف. ونوه الأمير جلوي بن عبد العزيز بالجدوى المهمة لمجالس شؤون الأسر في الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تقوم أحد محاورها على صناعة مجتمع حيوي، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال الأسرة. كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم المشاركين من الجهات الحكومية والأهلية بحملة حياتك أهم، والفائزين بجائزة السائق المثالي. وتسلم سموه تقريرا عن أعمال الحملة التي شهدت خلال فترة إطلاقها العديد من الفعاليات التوعوية، إضافة إلى نبذة عن الجهود المقدمة من قبل الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة. ووجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود باستمرار هذه المرحلة التوعوية والتثقيفية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد. من جهة ثانية، دشن أمير منطقة القصيم عددا من المشاريع الخدمية والتعليمية والتدريبية في سجون المنطقة، واطلع سموه خلال لقائه المدير العام للسجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري على المشاريع التي تنفذها المديرية في سجون المنطقة، مستمعا لشرح مفصل عن تفاصيل تلك المشاريع. وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي يقدمها رجال الأمن وما يحظى به قطاع السجون من اهتمام ودعم تقدمه قيادة هذه البلاد، منوها بالمشاريع المنفذة في سجون المنطقة والتطوير المستمر للإدارة وأعمالها من خلال ما تقدمه من برامج وجهود مبذولة متنوعة. من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم هواة صيد الصقور بالمنطقة، وأشاد سموه بما اطلع عليه من معلومات وعلى الترتيبات المقامة والاستعدادات التي تمت لمسابقات صيد الصقور بالمنطقة، مشيرا إلى أهمية الحرص على المشاركين وتسهيل أمورهم لمواصلة تحقيق النجاحات، مؤكدا حرصه ودعمه لهذا الإرث الثقافي للمملكة ودعمه للأعمال التي توثق هذه الرياضة العربية الأصيلة في الصقور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة أهمية تحسين خدمات شركة الاتصالات بالمنطقة والتوسع في إيصال خدماتها كافة في الباحة ومحافظتها ومراكزها. وطالب سموه خلال لقائه مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة عبد الله المرطان بدعم شبكات الاتصال والإنترنت وزيادة الأبراج بما يحقق أفضل الخدمات لأهالي المنطقة وزوارها. واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن إنجازات الشركة بالمنطقة خلال الفترة الماضية وما نفذته من خدمات في جميع المحافظات. كما ناقش سموه السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين جميع الخدمات ومعالجة ضعف شبكات الإنترنت والاتصالات، والعمل على وضع الحلول للرقي بالخدمات التي تقدمها الشركة للمستفيدين. نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بجهود حكومة المملكة في تبني إجراءات مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الدوري 14 للمحافظين بالمنطقة. وأكد أمير المدينة خلال الاجتماع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات المنطقة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات، مثمنا سموه التدابير الوقائية في المنافذ الجوية والبرية والبحرية في منطقة المدينة المنورة لمواجهة الاستباقية للفيروس والحد من انتشاره. واطلع سموه على الإجراءات المتخذة في المنشآت الصحية بمحافظات المنطقة، إضافة إلى جهود مديرية الصحة المدينة في توفير جميع مستلزمات التموين الطبي. كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجندي أول في قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحة عبد العزيز الشمري نظير إنقاذه سيدة وأطفالها من حادث مروري. وقدم سموه شكره وتقديره للجندي أول الشمري، مشيدا بتفانيه وشجاعته غير المستغربة على رجال الأمن، منوها بما يقوم به رجال الأمن في المنطقة من جهود في جميع المجالات الأمنية.
من جهة أخرى، شهد أمير منطقة الحدود الشمالية توقيع الاتفاقية الإطارية بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورحب أمير المنطقة بهذه الاتفاقية التعاونية التي ترفع وتيرة التنسيق بين التعليم العام وتنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يعزز قدرات الطرفين ويرفع جودة خدماتهما للمستفيدين بالصورة المثلى، مؤكدا ثقته بتفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها لبرامج عمل فاعلة ذات أثر إيجابي ملموس. شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وفرع وزارة السياحة، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الخدمة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك. من ناحية أخرى، التقى أمير منطقة الجوف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد السالم وفريق العمل المرافق له، وعقد سموه اجتماعا ناقش فيه موضوعات تتعلق بواحة مدن سكاكا التي أعلنت الهيئة تسليم 6 مصانع جاهزة في شهر أبريل القادم، وتم استعراض مشروع أعمال البنية التحتية فيها وخطة تطوير مدينة القريات اللوجستية. واستعرض الاجتماع بحث إمكانية إيجاد علاقة تكاملية مع مشروعات الطاقة في المنطقة، وكذلك تشكيل فريق عمل بين الإمارة ومدن للتنسيق المستمر. كما أكد الأمير فيصل بن نواف على تدليل جميع العقبات لضمان تسليم المنتجات بوقت قياسي، متمنيا التوفيق لهيئة مدن في تنفيذ مشروعاتها في المنطقة. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية خلال زيارته لمركز إدارة الأزمات والكوارث بالإمارة على خطط المركز للتعامل مع الأحداث والمستجدات المختلفة، لا سيما خطط مواجهة فيروس كورونا المستجد. ونوه سموه بتوجيهات القيادة بالحرص على متابعة احتياجات المواطنين وإنجاح خطط التعامل مع الأزمات، مبينا سموه أهمية متابعة خطط توفير المواد التموينية في محافظة القطيف خلال هذه الفترة. وأكد الأمير أحمد بن فهد أن الملاحظات على المرافق الخدماتية والصحية يجب أن تعالج في أسرع وقت، مع ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات من أجل إنجاح الخطط الاحترازية والوقائية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مدير عام تعليم المنطقة يحيى العماري والمعلم هويشل الهويشل الحائز على جائزة الشيخ محمد بن راشد. وكرم سموه خلال اللقاء المعلم الهويشل بمناسبة تحقيقه المركز الأول بفئة المعلم المتميز بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة 22 بدولة الإمارات، مباركا له تحقيق الإنجاز على مستوى الخليج. وأشار سموه إلى أن تحقيق هذه الجائزة تشريف للمنطقة وحافز لتحقيق مزيد من الجوائز في الأعوام القادمة، مؤكدا حرصه على تكريم كل متميز. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى في نشرة أخبار المساء. التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيع السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون. واطلع السفير البريطاني خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 47 دولة حول العالم، خصوصا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية. كما ناقش الجانبان الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الاستراتيجية العميقة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها.
عقد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي اجتماعا مع المندوبين الدائمين وممثلي دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية الراهنة في اليمن وجهود التحالف المشتركة في دعم الحكومة اليمنية الشرعية. ومن جهة أخرى شارك المعلمي في اجتماع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تناول المعلمي القضايا المشتركة التي اتفقت عليها دول المنظمة بعد مشاورات حثيثة قادتها المملكة وأثمرت عن الخروج بنتائج إيجابية للغاية لاقت ثناء دول المجموعة. أعلنت وزارة التعليم اليوم عن زيادة عدد القنوات التعليمية عبر البث الفضائي والإنترنت إلى 19 قناة لتتيح للطلاب والطالبات متابعة دراستهم بكل يسر وسهولة. وأوضحت الوزارة أنه أصبح متاحا للطلاب 10 قنوات للمرحلة الثانوية و3 للمتوسطة و6 للمرحلة الابتدائية تبث الدروس المقررة على مدار اليوم. وأشارت إلى أنه يمكن متابعة قنوات عين على تردد عربسات في بث مباشر من 8 صباحا وحتى 12:30 ظهرا، ويعاد البث طوال اليوم، كما يمكن متابعتها عبر اليوتيوب. وثقت وزارة الداخلية عملية الإطاحة بعصابة السطو المسلحة التي تورطت في سرقة أموال أحد البنوك بعد إطلاق النار على فريق نقل الأموال. وتعود تفاصيل الجريمة التي وقعت أحداثها بحي الشفا في مدينة الرياض يوم 15 من ربيع الثاني الماضي، حيث اعترض عناصر مسلحة فريق نقل الأموال وباغتتهم بإطلاق النار، واستولى المتهمون على مبلغ 1,950,000 ريال ولاذوا بالهروب. وأسفرت إجراءات البحث والتحري التي باشرها رجال الأمن وفريق التحقيق عن حصر دائرة الاشتباه في 4 مواطنين استخدموا سيارة مسروقة لتنفيذ جريمتهم والهرب بها، وتم القبض على زعيم التشكيل العصابي واسترداد أحد المتهمين الذي فر إلى خارج الدولة، بينما أطاحت الجهات الأمنية بالمتهم الثالث ولا تزال تكثف جهودها لتوقيف المتهم الرابع. وكانت التحقيقات قد كشفت تنفيذ نفس التشكيل لجريمة أخرى بذات الأسلوب في يوم 4/8 من عام 1440 للهجرة. أبرمت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج سكن اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، يقدم من خلالها البرنامج خدمات سكنية لمنسوبي الخطوط المستحقين للدعم السكني، وذلك بالمقر الرئيسي للخطوط الجوية العربية السعودية بالخالدية، حيث تأتي هذه الاتفاقيات في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسية التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول. دشنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن 9 مصانع جاهزة بمساحات 1500 متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، و15 مصنعا جاهزا بمساحات 1500 متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وتحرص مدن على مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، استنادا إلى استراتيجيتها لتمكين الصناعات والإسهام في زيادة المحتوى المحلي للنهوض بدورهم في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35%. وتهتم مدن منذ انطلاقتها بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. دشنت الهيئة العامة للترفيه بوابة الترفيه التي تتضمن 3 منصات تخدم قطاع الترفيه في المملكة، حيث تضم المرافق الترفيهية والتراخيص وتسجيل الموردين، وذلك سعيا منها للحصول على خدمات ترفيهية ذات مستوى احترافي عال. وأوضحت الهيئة أن الهدف من مشروع بوابة الترفيه تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكانياته والقيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق معايير قياس الأداء، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للموردين في قطاع الترفيه مع تقديم أو تقييم المستفيدين لخدماتهم، وذلك لرفع جودة الخيارات الترفيهية.
قامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوينت نوير في جمهورية الكونغو خلال اليوم الثاني من الحملة بإجراء 109 عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية. ومن جهة أخرى، قامت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت بإجراء 20 عملية جراحية، منها 17 حالة قسطرة قلب وثلاث حالات جراحة قلب مفتوح، وذلك في اليوم الثالث من الحملة، ليبلغ إجمالي العمليات المنفذة منذ انطلاق الحملة 57 جراحة. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم. وفي أخبارنا الرياضية، وضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعادل فريق الهلال مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها. سجل للهلال محترفه البيروفي كاريلو عند الدقيقة 39، فيما عادل لضمك مهاجمه الأرجنتيني زيلايا، ليرتفع رصيد ضمك إلى 18 نقطة في المركز 15، بينما رفع الهلال رصيده ليصبح 51 نقطة في المركز الأول. وفي ثاني مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة 22، يلتقي الآن فريق الشباب صاحب المركز السابع ب 31 نقطة بمضيفه الاتفاق صاحب المركز 11 ب 26 نقطة، وذلك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. وتشير النتيجة إلى تعادل الفريقين بدون أهداف. وليد أزارو على الطرف الآخر. وفي أخبار الطقس وتوقعاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل السواحل منها وتمتد إلى حائل والجوف. وسماء غائمة إلى غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة. نشرة أخبار المساء انتهت، ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وزارة الطاقة توجه أرامكو السعودية بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة. الأمم المتحدة تعلن اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة كورونا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. يحق لك يا سعودي.
ترفع الهامات. الله خلقنا كذا مرفوع همتنا، احنا جنود الوطن ودرعا وحزاما، نموت دونه ولا تهتز رايتنا. يحق لك يا السعودي ترفع الهامات. الله خلقنا كذا مرفوع همتنا، احنا جنود ودرعا وحزاما، نموت دونه ولا تهتز رايتنا. يا السعودي يحقلك، يا السعودي ترفع الهامة، يا السعودي We'll be right back.